عم نتابع اذا فقراتنا محطتنا التاليه مع لمى ضمن شوفي بوعدكم محطه كثير منوعه ملونه. الوان واحجام. صباح الخير. بوجور بوجور بوجور. انا هيك عايشه بالورد ماي وورد. حلوين بس كثير رح نحكي عنهم هلا. بس اليوم ماني جاي اعرض كولكشن. اليوم انا حابه احكي موضوع كثير بهم من السيدات. اي جزدين بيلبق لجسمي؟ لانه بتعرفي مش الكل بيسالوا هذا السؤال. ايه ما هو عم بحب انا هيك طبيعات. انا حابه افكر انه عم بيفكروا ليش؟ لانه اجمالا بيلحقوا الموضه. درجة مثلا الجدادين الكبيره بتشوف في كل الاحجام سيدات بيلبسوا نفس جزدان كبير لانه هيدا هلا ان هلا رح جرب قد ما فيي نعكون بالاشياء اللي لازم تلبسوها. لازم تلبق لكم مثل كل شيء. وقتها بنحكي عن الميك اوفر لازم يكون في عنا هارموني انسيابي بكل شيء. ما في شيء احلى من شيء. ما في بادي شيب احسن من بادي شيب. وما في فورمه جديدين احسن من فورمه جديدين. الحلو انه كل شيء يلبق لكم يتناسق مع بعضه. هلا بفتكر هي المشكله على جزادين النهار اكثر من الليل. يعني بالليل بفتكر الاكثريه بتفادوا جزادين كبار او كذا. مزبوط. بيبقى هون بصير في فاين تيونينج لنحكي عنه. أوكي. هو معك حق 100%. هو للنهار اكثر شيء عندنا هالبروبلم. ولا شو بلبس على مثلا كاجوال نايس دينر كاجوال او بزنس لانش. رح نشوف قدامكم الصوره الكاريكاتوريه اللي عم تشوفوها هون يلي بترجع بتذكركم انه عندنا خمس احجام للجسد. اوكي. عندنا الريكتانجلر يلي بيكون بلا خصر اللي عم تشوفوه على الشمال. عندنا التراينجل يلي بيكونوا كتفاتها اعرض من جسمها. بالنص هو يعتبر the ideal form of a woman يلي هو our glass. بنشوف انه الكتفات قد الوراك. عندنا البير شيب يلي شكلها مثل النجاسة اجمالا. هيدا بنلاقيه بمناطقنا بالموين اوريون بالشرق الاوسط وبنلاقيها عند لاتيناس كلهم الاسبان والساوثن امريكانز. عندهم كتفاتهم قليلين العرض حد فورمة الجسم. والاخير عندنا الهارت شيب يلي بيعتبروا كله كانه يعني مدور بنسميه ابل شيب كمان. كلكم حلوين. كلنا حلوين. كل واحد عنده تايب لإله. رح ارجع احكي رح نبلش نحكي اول شيء عن الابل شيب. الابل شيب اجمالا بكل شيء اصعب من غيره. بيكونوا كلهم مدورين. كل اجسام او كل فورمه وجه لازم ينلبس شيء بعكسه. يعني اذا انا جسمي ابل شيب ما لازم البس شيء كمان طري ومدور. وعرفتين هول الفرتول بيكونوا كثير فظيع. الفرتول ما تقولي ايه هو جد بجيبيه شوي ستراكتشر. فرح عم نحكي مثل هونيك يعني الكبير. نعم. الكبير الكبير رح ما بعرف اذا انتم عم تلحقوني. اوكي رح جرب قد ما فيي ورجيكم. هلا اكيد يلي بتكون مثلا جسمها مدور ما فيها تلبس. بس انا عندي سؤال. تفضل. بدنا نحكي هون جسم بدنا نحكي طول شوي. هو يعني جسمه طول ووزن يعني 100%. هلا هيدا الفورم اللي عم بورجيكم اياه هيدا بيلبق لشخص طويل شخص جسمه متناسق. بس بدكم تعرفوا وقت بتلبسوا الجزدين مطرح ما بيوقف بتحطي النظر عليه. يعني اذا انت عندك هون مثلا شكلك شكل جاسه رح ينفش لانه رح تكون مطرح ما انت عندك اوفر ويت. دائما البسوا شيء بالعكس. اذا انا عندي جسم عندي وراك فيه بده يكون الجزتين واصل فوق الورك مش عليه. اوكي. هلا بالنسبه كنا عم نحكي عن الراوند شيب على الهارت شيب. الهارت شيب بدها تلبس هاي القطعه يلي ستراكتشرد يلي فيها قصات لحتى وقتها بتلبسيها دغري ما تشوف كل شيء مدور. هلا اذا كنا طوال او اقل طول باخذ نفس الشيب اصغر بس اصغر شوي. يعني بدكم تكونوا هلا فينا نلبسها هين. هيدا الكبر مزبوط. هيدا اذا بدنا نصغر يعني اذا بدنا نصغر هيدا الكبر از فيري جود. بس كمان اذا انا كنت فورمتي مدوره بس من كثير عريضه
لانه هيدي بدها كمان جسم ما كثير كبير لانه منضيع فيه. دعنا اوكي دعنا. هلا رح انتقل على فورمة الاجسام الثانيه اللي رح نشوفها. نرجع نذكر ثاني فورم الاور جلاس. الاور جلاس سوري انا كلني حطينا الميكرويات بسرعه تبهدلنا بهدلنا. فالاور جلاس قلنا انه بيلبق لها كل شيء اجمالا، فالاور جلاس ما عندها مشكله. واكثر شيء اكثر شيء فينا نروح على الكروس باكس. ليش؟ كل الكروس باكس وقتها بيلبسون الاور جلاس رح يعطي شيب الجسم. يعني اذا انا كنت راوند مثل ما حكينا اول وحده بهرب من الاور جلاس من الكروس باك. اوكي الكروس باك بيجي بيفصل الجسم بيلبسه بكل سهوله. هيدي يعني من القطع اللي اكثر شيء بتلبق هي لكل الناس لانه سهله، بس الاور جلاس بيقدر يلبسوها. هلا حتى لو طولوها شوي قصروها شوي كذا كثير مهم البندولير. هلا وقت بتلبسوا لاحظت الاشياء الرجيد القاسيه مثل هيدي، هي قطعه قاسيه، هي بتحدد لك جسمك اكثر. يعني يو كان شو يور شيب. هلا الصوره اللي عم نشوفها هون التراينجل اللي بالقلب، اذا لبسوا كروس باك حيبين صدرهم كبير، حيبينوا كتفاتهم كبار، لازم هن يهربوا من هالشيء. العكس تمام، عرفتي؟ لانه بدها تظهر الصدر، بده يجي شق بدي. فبدنا ننتبه على هالشيء. مين بيقدر شو بيقدروا يلبسوا يلي كتفاتهم عراض وجسمهم صغير؟ بيلبسوا السيتي باك. لا حتى لانه السيتي باك بعبي المنطقه اللي انا فيها اضعف. هيدي بتجي على الواطي، هول كثير براكتيكال، يعني بتلبسون وبتصيري ماشيه الناس وين بدها تطلع، ما بتقعد تطلع على الكتفات العراض، بتصير تطلع على الواطي مطرح ما وصل الجزدان. فيلي فخادها كثير ناصحين او ملانين ما فيها تلبس شيء يجي دغري على الفخذ، تذكروا هاي الشغله كثير مهمه. Alright, دونك هيدي لضعاف، هيدي للي كثير ضعاف، بس هيدا كثير حلو هلا بغض النظر عن كل شيء مقدم كثير حلو كثير حلو وكثير براكتيكال. فهيدول الجديدين انا كثير بنصحكم فيهم اني ويز، لانه مش انا بحب كثير الاشياء بتنمسك بالايد، لانه عندنا تندنسي ان نعبي جديدنا ونحط على كتافتنا وعلى رقبتنا قد ما فيكم نهرب بعدين بنقول بعدين بدنا نهرب من هالشيء. هلا نيكست فورم رح نشوفها هي البير شيب اللي اكثر شيء متواجده وين؟ عنا بالمنطقه. كلنا هيك اكتفتنا شوي قليلين العرض من الفخاد. ف شو لازم نلبس ولوين لازم توصل؟ هاي بالزيت يلي لبستها اوكي يلي بتكون بير شيب قلنا بدها توصل ما تجي علي، لازم نوصل بين الورك والخصر. هيدا المطرح از اكسلنت للي بتكون فخادها كثير عرض، لحتى خلي الناس ما تطلع هون، يطلعوا لفوق عبي المنطقه الفوقانيه، يعني قد ما فيي البس اشياء قصيره. عرفتي؟ عليها لتحت الباط. هلا البير شيب كمان كثير بيلبق لها تلبس كلتش. بينحمل قولي هيدا ادجستبل، اوكي؟ شو بعمل؟ دائما اذا لبسته بهالطريقه كمان العيون على هاي المنطقه بدي البسه هون، نقدر نلبس كروس باك كمان. ليش؟ لانه البير شيب من فوق بيكونوا اجمالا منهم ملانين، يعني لحتى يطلعوا عراض. فاذا لبستها بدها تعمل بطريقه كمان ما يوصل على الفخذ، لا أبد. بدنا نوصله لهي المنطقه بالذات، يعني هون بيشتغل مثل ما انت قلتي الطول الباندولير. اوكي بعد في عنا عنا الريكتانجولر. الريكتانجولر لازم تلبس القطع يلي كمان بيتعلقوا بالكتف، حكينا عنهم. عنا شيء هون عنا شيء، هيدول حجم الحجم هيدا كثير حلو. ليه؟ بس مش للريكتانجولر انت بتحطيك. ليه؟ لانه عم برجع بعيد شكلي. هيدا كثير منيح للبير شيب. قبل ما يداهمني الوقت انا كثير مصره احكي عن الجدادين الصغيره. بليز ما نكون طوال وتايني، روحوا لشيب
بيكونوا بهالسايز، مش اكبر من هالقد. هلا بالسهرات انت عم تقلي لانه اكثر شيء بنلبس اشياء صغيره، بس الشخص اللي بيكون كثير ضخم وكبير، مش انا رايحه ساره لازم البس كلتش صغير ميلوديير، لا. اذا واحد ضخم وكبير شخص ضخم كبير افضل، ما عندي تو تشويسز، عندي تو سايزز، عندي للي بتكون كبيره، عندي للي بتكون ميديوم سايز، ضلكم على الميديوم سايز، واللي بتكون كتير بتيت خلينا نروح على المينوديير الصغار. يعني ما تعيشوها كتير انه دارج هلا مثلا الاشياء اللي بدها تكون كبيره بمشي فيها او الاشياء اللي صغيره بدي امشي فيها. هلا كمان نصيحه مهمه للبنت اللي منها كتير طويله، البس القطع اللي بتروح بالطول، يعني حتى لو صغيره خليها تكون طويله. لا هي ما يكون هيك، يعني هيك قصدك انه خلينا نروح بالطول ما نروح هيك طويل، مش هيك اورايت اوكي. كل شيء يكون قد ما فينا وبيكون بالطول. قريب على جسمنا، لانه اذا اخذنا شيء كبير غرقنا فيه ضعنا. هلا بالنسبه للتشينز نحن حكينا عنه، هلا التشين هي بهالطريقه، هيدا السايز اجمالا بيعبي المنطقه، بغطي اللي مثلا ريكتانجلر شيب، وقت بتجي هون انا عم غطي عرفت علي؟ بعرف نقوا اغراضكم. هلا هيدا السايز بتحس انه بيمشي للكل، يعني هو مبدئيا بيمشي للكل بس مش لكتير كتير كبيره وكتير عريضة. واخر شيء يلي بتكون كتير طويلة وكتير ضعيفة ما لازم ابدا تلبس الجديد اللي بيروحوا بالطول، لازم تلبس بعكس عكس الجسم، بدنا نروح بالعرض هيك ما ما تروحوا بالطول رايت مثل بفتكر افدناهم يعني مثل هيدي تمام اكزاكتلي. وبعدين ما في احلى من الواحد ياخذ شيء قصير شيء صغير لانه اتس بيوتيفول، مش انه بدي امشي بس لانه الموضه، وقت بنلبس شيء بيلبقنا بتبين كانه هاي هي الموضه. ثانك يو لك. نشوفك جماعه الجاي ان الله راد لما. خليكم معنا رح ننتقل لعند شيف حسين، ومثل ما وعدناكم اليوم مع ضيفته رح بيكون في اطباق خاصه تحضيرا لعيد الميلاد عند الطوائف الارمنيه.